السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق جم للصف الأول إعدادي الترم الثاني صفحة 75. You need a lot of نقاط to make a beautiful basket. أنت لازم يكون عندك إيه كتير عشان تعمل باسكت جميل، يبقى سكيلز مهارات. السؤال الثاني My cousin is a or a نقاط now she was 18 last week، يبقى adult. أنا ابن عمي دلوقتي بالغ، هو عنده 18 سنة أو ناضج. سؤال 17 tourists learn a lot about ancient Egypt when they visit Egypt، يبقى culture. السياح بيتعلموا كتير عن الثقافة المصرية لما بيزوروا مصر، الإجابة رقم A. بعد كده السؤال ال 18 my father bought this necklace for my mother when they got married، يبقى jewelry. أبي اشترى هذه المجوهرات لمامتي عندما كانوا بيتزوجون. السؤال ال 19 I love the red, blue and green berry in this workshop. It is very هتبقى colorful. أنا عجبني هذه الفخارة الخضراء والزرقاء والحمراء، إنها ملونة أو زاهية الألوان. سؤال 20 My father has got a camera but he doesn't often use it. أنا أبي عنده كاميرا بس هو مش غالبا بيستخدمها، الإجابة رقم B. السؤال ال 21 The black and white maps you gave me are very هتبقى useful. الخرائط السوداء والبيضاء اللي انت اديتها لي كانت مفيدة، الإجابة رقم A. السؤال اللي بعد كده السؤال ال 22 A scientist is a person، person عاقل فخدته الذي، الإجابة رقم C. السؤال ال 23 Sara wants to be an marine biologist. هنا طالما السؤال هنا ما فيهوش فعل مساعد بحط هنا فعل مساعد يا اما اللي هي افعال دو عموما. هنا wants اللي هي جمله مثبته فخليها doesn't، طالما فيها اس يبقى doesn't، يبقى doesn't she، اليس كذلك، الاجابه رقم D. السؤال اللي بعد كده اللي هو ال 24 Your grandmother doesn't like fish. نقاط she، طالما هنا doesn't منفيه بخليها مثبته يبقى does she، اليس كذلك. السؤال ال 25 you did your homework last night didn't you، الإجابة رقم D. السؤال بعد كده اللي هو السؤال 26 السؤال 26 ناصر will write to me when he gets there، وبعد كده في سؤال هنا will موجودة بخليها منفية يبقى won't he، أليس كذلك. السؤال الكام السؤال 27 there weren't many people at the match where there many people، يبقى where they هم كده جمعوا people هم يبقى they. بعد كده السؤال الكام السؤال 28 a lot of people prefer living in Cairo. a lot of people prefer هنا فعل في المصدر يبقى don't هم people يبقى they، يبقى don't they الإجابة رقم B، أليس كذلك.